يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك عالم في إحدى البلاد يقول إن الدعاء يستجاب عند قبر الإمام الشافعي، فهل كلامه صحيح وكيف يجاب عنه؟ اشكل عليكم هذا أنه كلام باطل، ولو قالوا عالم أو ما، هذا كلام باطل مردود عليه، لا قبر الشافعي ولا قبر غيره، ما يصلح هذا. نعم. يقول وهل ثبت أن الإمام الشافعي رحمه الله دعا عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ هذا كذب وبهتان. الإمام الشافعي إمام جليل ومن أئمة أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أنه يعمل هذه الأشياء. نعم.